واحد صابه هداك المرض راح لعند هداك الدكتور عمل له هديك العملية فوته هديك المستشفى مات هديك الموتة كش برا وبعيد يا لطيف. أنا ما بعرف ليش الناس بترفض تقول اسمه، شي بيسميه المهجور وشي بيسموه هداك المرض. طيب وإذا كان وين المشكلة؟ ما كلياتنا معرضين وقدام الإصرار والإرادة ما في شي إلا بينهزم. أما يوسف فلنشوف كيف تصرف مع الطبيب لما قال له إنه مرته مع هداك المرض. شرفي اه يا يوسف. خير ان شاء الله. سلامتك سلامتك سلامتك. قلتك شو قصه الوجع؟ تكفير زنوب روح تكفير زنوب كله عم يروح من طريقك. ستي شرفي خايف اموت واتركك لحالك. عمليها روحي وما تاكليها. قصدي بعيد الشر الشر بعيد بعيد الشر عنك يا عمري. كلها كم يوم بتطيبي بتصيري احسن. قولي ان شاء الله لا 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 لا. بس هالمره حاسس تغير كل مرة يا يوسف. كل مرة بتقولي هيك يا عمري بتقومي مثل الحصان مثل قديق الحصان القديق. اطمني ارتاحي لأحمل حالي وروح على المخبر. روح على المخبر جيب التحاليل التحاليل من المخبر وان شاء الله بتقومي بخير وبسلامة. قولي ان شاء الله لا 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 لا. يوسف اقرأ لي الفاتحة يا يوسف. ليش الحكي يا عمري ليش لحقانين على الكلام هذا؟ ان شاء الله لا. قصدي قبل ما تطلع التحاليل لحتى ما يطلع فيها شي مو منيح. رح اقرا لك الفاتحه رح اقرا لك اياها على كل الاحوال اقل منا بعد اشهد كل هالعمر ان شاء الله لا. هلا انت متاكد دكتور الشيء اللي عم تقوله الشيء اللي عم تقوله متاكد؟ طبعا متاكد كل الصور التحاليل اللي قدامي متاكد هذا الشيء. يعني ما في امينه خلاص ان شاء الله خلاص لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو استاذ يوسف شو رايك اشعلك المسجله ترقص بريك؟ لا 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 طول بالك استاذ يوسف طول بالك. ما بتعرف المثل شو بقول؟ اللي مكتوب له عمر ما بتقتله شده ولا حتى مرض خطير من هذا النوع. بتعرف دكتور مرتي امينه ما كان معها شيء قبل هلا. والله بس هذا اللي صار. طيب شو بتنصحني اعمل؟ شلون يعني ما فهمت عليك؟ يعني مثلا 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 الا بصراحه لما خبي عنا. بصراحه 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 مرتك اكثر من سنه وسبعة اشهر وثلاث ايام صعب تعيش. بس يعني فيك يعني تضحك عليها وتحتال عليها وتقولها انه في من هذا المرض برج ومدار وحيوان صغير هكذا تك 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 تك. يعني هلا 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 دكتور بدي استنى مرتي سنه وسبعة شهور وثلاث ايام ولي على اختها القصه. الحياه من بعدك صعبه يا امينه. شو اعمل؟ إلا لما ما إلا إلا لا 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 ما إلا. إذا قلت لا 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 لا. وإذا ما قلت إلا لما ما إلا. أمينة من حقها أنه تعرف من حق أمينة أنه تعرف. والله شي بيحير يا يوسف شي بيحير يا يوسف. صعب صعب كتير يا أمينة صعب كتير. بس أمينة حقها أنه تعرف أنه بأيام بعمرها سنة وسبعة أشهر وبس. وإن شاء الله لا 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 لا. صعب 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 يا عالم يا عالم صعب صعب اللي صار صعب صعب كثير صعب. يوسف مشان الله يا يوسف احكي شو القصة. التحاليل طلعت وطلعت التحاليل التحاليل طلعت. ايه شو طلع معي يا يوسف؟ امينة بعرفك انساني مؤمنة وبتعرفي انه المرض ابتلاء من رب العالمين ليختبر صبرنا وتحملنا. سامحيني سامحيني على كل شيء طلع مني وبدر مني وبدر مني وطلع مني سامحيني. اصلا لو كنت بعرف انه بده يصير معك هيك كنت انا كنت ان شاء الله لا
لا لا ليش؟ أنا شو بده يصير معي يا يوسف؟ أمينة أنت مريضة، مريضة أنت يا أمينة. بعرف يا يوسف. تعرفي ما فرحتيني؟ قصدي ليش ما خليتيني شاركك ألمك ومعاناتك قبل ما تلاقي وجه الكريم إن شاء الله؟ لا ألمي ومعاناتي؟ شو قصدك يا يوسف؟ مريضة أنت؟ مريضة كتير. مريضة إيه؟ بس كتير مو حاسة يا يوسف. لا كتير 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 كتير. قديش يعني يا يوسف؟ كتير. لا تستخفي بكلامي، أنا عم بحكي عن جد. يوسف شو قصدك؟ من أول ما دخلت وأنت عم تحكي بالألغاز يا يوسف. أنت يا أمينة مريضة مرض شو؟ يوسف مرض في منه برج وفي منه حيوان صغير بيصبح بالمياه العذبة وبيبلعط بلعطة 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 وفي مدار بيلف حوالي الكرة الأرضية بنفس الاسم. شو هو؟ يلا حيوان؟ برج؟ مدار؟ الجدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل على القصة، حسبي الله ونعم الوكيل. لك مو هيك، انت ايامك معدودة صارت معدودة، معدودة ايامك يا أمينة. رح اموت يا يوسف، سامحني يا يوسف. إن الله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. استعجلتي الرحيلة يا أمينة، قال لي الدكتور لسه في قدامك سنة وسبع شهور، سبع شهور وسنة لقدام، يعني ضروري تختصري وتقصري المدة يعني؟ طول عمرك مر عقلي عقلي ومزوقة مزوقة وعقلي عقلي ومزوقة. سنة وسبعة أشهر وثلاث أيام هيك قال الدكتور، بس الأعمار بإيد الله. بإيد الله الأعمار يا أمينة. بس أنا برأيي أنه يوسف ذكي بالشي اللي عمله هلأ، وأنه هو قرر أنه ما يقول للحقيقة. خلي أمينة تعيش بالسعادة اللي هي فيها بعيد عن أوجاع المرض ومتاعب المرض، رغم أنه في ناس كتير انتصروا عليه. لنشوف أمينة واحدة من هدول ولا لا؟ وإن شاء الله لا 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 لا. طالما ما فيني شي ليش طلب مني كل هالتحاليل يا يوسف؟ بده يطمن، يطمن عليك يا عمري. طيب ما وصف لي دواء لهالوجع يا يوسف؟ دواء ما في، ما في دواء، في جرعات. شو؟ قصدي وجعك، وجعك وجعك وجعك، بده جرعة صبر واحتمال. بسيطة يا يوسف. لا 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 والله مو بسيطة. شو قصدك تقول يا يوسف؟ قصدي اقول لك انك ميت، ميت. انا ميت، انا ميت من الجوع. سلامتك من الموت يا عمري. الموت علينا حق والحق علينا الموت. لساتك شاب يا يوسف. عمري يا عمري يا عمري، اذا متت انا هلا اذا بتزعل علي؟ طبعا بزعل عليك. وبتتجوزي بعدي يا بعدي؟ أعوذ بالله. أنا أتجوز بعدك يا يوسف. سامحيني سامحيني لأني أنا رح أعملها. شو قلت يا عمري؟ قلت وين الغدا والغدا وين؟ تكرم عينك يا عمري. أمينة يا عمر. أمينة بدي أياكي تروحي بكرة معي على لوين؟ بدنا نعمل شوية تحاليل وأشعة، أشعة وتحاليل جديدة. ليش؟ هلأ كنت عم تقول ما فيني شي. لا ترد على كلام الدكاترة، وأهم ما في لزوم للأشعة والتحاليل. لا يا عمري، في لزوم، لزوم فيه. لا، قلت ما رح أعمل تحاليل وأشعة، يعني ما رح أعمل. اسمعي مني يا أمينة، مني اسمعي يا عمري. ما بدي اسمع شي يا يوسف، انا ما فيني شي، واهم الدكاترة بيهموا الناس. لا يعني لا 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 لا، زنبة على جنبة، العنجر ويشتري انس.
لحقوا صوته قبل ما يجي يوسف وجايب معه القاس. على الأرقام اللي رح تظهر قدامكم على الشاشة، واحد فيكم رح يكون الفائز بالجائزة اليومية، وإن شاء الله لا إن شاء الله. إيه 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 إيه.